لكم فكرة على أهم الأحداث والأخبار اللي صايرة في نهار كيما نهار اليوم في 17 ماي في كيما اليوم. كيما اليوم 17 ماي 1805 محمد علي باشا يتولى حكم مصر ويعتبر حكمه علامة محورية في تاريخها وإن قام بتحديثها بعد القضاء على المماليك. 1896 مبارك الصياح يتولى حكم الكويت بعد ما قام باغتيال أخوه الزوز محمد بن صباح الصياح وكذلك جراح بن صباح الصياح. 1939 17 ماي الحكومة البريطانية تصدر الكتاب الأبيض واللي ينص على استقلال فلسطين وإقامة دولة تضم العرب واليهود على أرضها. 1940 قوات ألمانيا النازية تدخل مدينة بروكسل البلجيكية في بداية الحرب العالمية الثانية. 1949 المملكة المتحدة تعترف باستقلال جمهورية إيرلندا. 1977 حزب الليكود يفوز في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية ومناجم بيجن يتولى رئاسة الحكومة. 1983 الحكومة اللبنانية تعقد اتفاق مع إسرائيل اللي وصل جيشها إلى بيروت. 1995 في 17 ماي جاك شيراك يتولى رئاسة فرنسا خلفا لفرانسوا ميتيغان. تقريبا كانت هذه أهم الأحداث والأخبار اللي صايرة في نهار كيما نهار اليوم 17 ماي.